Transcription استنساخ DNA. Transcription is the first step of gene expression in which a particular segment of DNA is copied into RNA by the enzyme RNA polymerase. الترانسكريبشن طلاب الاستنساخ هي أول خطوة من التعبير الجيني من خلاله يتم استنساخ قطعة من الـ DNA إلى يتم استنساخ القطعة من الـ DNA إلى RNA باستخدام إنزيم RNA polymerase. هوني تنتبهون على الإنزيمات والخطوات اللي تختلف عن من شرحنا لـ DNA replication as opposite to DNA replication transcription. على العكس من تضاعف الـ DNA transcription الاستنساخ results in an RNA complement. ناتج عملية الاستنساخ هنا اشني هو؟ هو الـ RNA. نحن نعرف انه النيوكليوتيدات الداخلة في جزيئة الـ DNA تختلف القواعد النيتروجينية الداخلة في جزيئة الـ DNA تختلف عن القواعد النيتروجينية الداخلة في جزيئة الـ RNA. القواعد النيتروجينية في جزيئة الـ DNA هي الأدينين والثايمين والسيتوسين والجوانين، في حين الـ RNA مكان الثايمين هو اليوراسيل. إذن من راح يتمم من يحصل عملية الاستنساخ القواعد، نحن نعرف القواعد المتممة، كل جوانين يرتبط بينه السيتوسين، وكل ثايمين يرتبط بينه أدينين، وكل سيتوسين يرتبط بينه جوانين. لكن في حالة الأدينين الثايمين، بما أن الثايمين ما موجود بجزيئة الـ RNA، إذن الأدينين بيش راح يرتبط؟ يرتبط باليوراسيل. هذا الاختلاف واللي شرحناها سابقا في تركيب جزيئة الـ DNA DNA structure. زين، إن هوني transcription results in an RNA complement that includes uracil in all instances where thiamine would have occurred in a DNA complement. Also, unlike DNA replication, إضافة إلى أنه DNA جزيئة DNA تختلف تضاعف جزيئة DNA تختلف where DNA is synthesized. طبعا هاي الاختلافات بين transcription of the DNA and DNA replication. هنا transcription does not involve an RNA primer to initiate RNA synthesis. في عملية استنساخ جزيئة في عملية استنساخ الـ RNA ما راح نحتاج إلى الـ RNA primer لبدء عملية صنع الـ RNA لبناء الـ RNA، في حين نحن في تضاعف جزيئة الـ DNA DNA replication احتاجنا إلى برايمرات، إلى بادئات. If the gene transcribed encodes a protein، إذا كان الجين استنسخ وشفر لنا البروتين، the result of the transcription يعني إذا عملية استنساخ الجين راح يشفر لنا بروتين، إذا ناتج الاستنساخ نحن ايش راح نحتاج بعملية التعبير الجيني بالاستنساخ؟ راح نحتاج إلى جزيئة messenger RNA. Is the messenger RNA which will then be used to create that protein via the process of translation. راح نحتاج إلى جزيئة الماسنجر RNA. طلاب انتبهوا، نحن شرحناها أيضا سابقا أنه داخل نواة الخلية أول خطوة لبناء البروتين اللي نحن شرحناه هو الاستنساخ الترانسكريبشن. وين تحدث عملية الاستنساخ؟ تحدث عملية الاستنساخ داخل النواة، بينما عملية الترجمة الترانزليشن تحدث داخل سيتوبلازم الخلية.
داخل النواة ايش راح يصير؟ استنساخ ايش؟ راح يستنسخ قطعة راح يستنسخ RNA من الـ DNA، يستنسخ RNA من الـ DNA زين، يا نوع راح يستنسخ من الـ DNA، راح يستنسخ messenger RNA. messenger RNA راح يستنسخ في نواة الخلية، نعم زين، which will then be used to create، والتي سوف تستخدم لاحقا في بناء البروتين من خلال عملية الترجمة. Alternatively, the transcribed gene may encode for either non-coding RNA gene or ribosomal RNA or transfer RNA. أيضا في عملية استنساخ الجينات may encode أيضا for either non-coding راح أيضا في عمل راح أيضا تشفر لجينات أخرى، وهي جينات تعتبر غير مشفرة، هي الرايبوسومال RNA والترانسفير RNA. As in DNA replication, the complementary RNA is created from the 5' 3' direction. أيضا نحن قلنا جزيئة الـ DNA كما شرحناها سابقا، إن جزيئة الـ DNA تكون جزيئة مشحونة وتكون عبارة عن شريطين، تكون شريط 5' 3' and الآخر الأسفل هو 3' 5'. هنا جزيئة الـ RNA التي راح تخلق هي عبارة عن شريط واحد ويكون اتجاهه 5' 3' direction. إذن although DNA هسا أقل لكم شون راح يصنع شريط الماسنجر RNA من شريط DNA، والذي يكون عبارة شريط DNA شون يكون عبارة عن شريطين. Although DNA is arranged as two anti-parallel strands in a double helix، على الرغم من أن جزيئة الـ DNA تكون جزيئة عبارة عن أشرطة، شلون تكون عبارة عن حلزون مزدوج؟ أحد الشريطين مثل ما شرحناها معاكس لاتجاه الشريط الآخر، لكن only one of the two DNA strand called the template strand is used for transcription. لكن شريط واحد فقط، طلاب هنا تنتبهون، شريط واحد فقط في جزيئة الـ DNA راح يستنسخ فقط، وهو يعتبر قالب. على العكس من نحن شرحنا بالـ DNA replication، قلنا الشريطين يكونون قالب لبناء جزيئة الـ DNA الفوق والتحت، واللي تولد لنا leading strand and latching strand. لكن في عملية الاستنساخ transcription of the RNA from the DNA يختلف، شريط واحد فقط الذي راح يستنسخ، يعتبر هذا الشريط template of the strand الذي يعتبر قالب. This is because RNA is only ليش؟ لأنه جزيئة نحن نعرف أن جزيئة DNA is double helix، يكون عبارة عن شريطين، بينما نحن شرحنا سابقا أنه الـ RNA is a single strand شريط واحد، as opposite to double strand DNA. The other DNA strand is called a latching strand because its sequence is the same as the newly created RNA transcribed except for the substitution of uracil for thiamine. شريط جزيئة الـ DNA الذي يعرف بشريط لاتشين تسلسلاته اللي هو اللاتشينج ستراند اللي هو راح يكون لنا يخلق الـ RNA، ما عدا استبدال اليوراسيل فور ثايامين، استبدال يعني الثايامين مكان اليوراسيل. The process of transcription
عمليات الاستنساخ الجزيئة ال RNA of RNA. There are three main steps to process of RNA transcription. طلاب بس هوني الصغيرة RNA transcription هي الانيشيشن والإلونيجيشن والترمينيشن، خطوة البدء والاستطالة والخطوة النهائية الانهاء. RNA polymerase السنجي أول خطوة، خطوة البدء الانيشيشن. RNA polymerase الانزيم RNA البلمرة راح يرتبط بجزيئة DNA، راح يرتبط بجزيئة DNA. نحفظ هاي الإنزيمات. The DNA is transcribed by an enzyme. راح يستنسخ DNA. Transcription of the DNA يتم عملية استنساخ جزيئة DNA باستخدام إنزيم RNA polymerase. RNA polymerase. Specific nucleotide sequence tell RNA polymerase where to begin and where to end. RNA polymerase attach to the DNA at a specific area called the promoter region. طبعا specific nucleotide sequence هناك تسلسلات أيضا استنساخ ال RNA من شريط ال DNA أيضا لا يكون بصورة عشوائية، أي أن إنزيم RNA polymerase ما راح يرتبط بصورة عشوائية أيضا على الشريط DNA، لكن راح يرتبط بموقع يعرف هذا الموقع بpromoter region. هذا الموقع يعرفه بالمشغل. Elongation الاستطالة. Certain protein called transcription factor. في عملية الاستطالة شلون هسا نحنا عرفنا انه الـ RNA polymerase ارتبط بالبروموتر، ارتبط بالمنطقة اسمها بروموتر على شريط جزيئة الـ DNA. راح تجي عوامل هي هاي عوامل الاستنساخ فاكتور اللي هي السيجما فاكتور. هاي العامل ايش راح تساعد انزيم الهيليكيز، انزيم الهيليكيز. طبعا من يحصل عملية الاستنساخ أيضا طلاب راح ينفتح الشريطين جزيئة الـ DNA عن بعضهما البعض. شلون راح ينفتح الشريطين بعضهما عن بعض؟ باستخدام إنزيم الهيليكيز. Helicase enzyme unwind the DNA strand by breaking the hydrogen bonds between the complementary DNA nucleotides. راح يجي الإنزيم إنزيم الهيليكيز. هذا الإنزيم إيش راح يعمل؟ يعمل على كسر الأواصر الهيدروجينية التي تربط القواعد النيتروجينية. هذا إنزيم يعني تحفظون وظائف هالإنزيمات. هيليكيز إيش يعمل؟ الهيليكيز وظيفته إنه unwind the DNA strand, breaking the hydrogen bond between the complementary DNA nucleotides. إيش راح يسوي هذا الإنزيم؟ أيضاً راح يعمل على كسر الأواصر الهيدروجينية التي تربط القواعد النيتروجينية في جزيئة DNA. زين. This allow أثناء طلاب this allow RNA polymerase to transcribe only a single strand of the DNA into single-stranded RNA polymer called messenger RNA. هاي العملية أثناء ارتباط الإنزيم الهيليكيز، أثناء ارتباط إنزيم الهيليكيز بجزيئة DNA وبمساعدة العوامل السيجما فاكتور، بعد ما كسر الشريطين، كسر الأواصر الهيدروجينية التي تربط القواعد النيتروجينية، كسر صار شريطين متباعدين. هاي العملية إيش راح يسمح؟ يسمح بس شريط واحد. نحن هنا شريط واحد فقط راح يستنسخ، بينما قلنا في جزيئة DNA تضاعف DNA DNA replication الشريطين راح يتضاعفون حتى يكون لنا جزيئتين من DNA مشابهة للأبوين، مشابهة للجزيئة الأصلية الـ original strand. لكن
هون بس شريط واحد من جزيئة الـ DNA راح يستنسخ، واللي يستنسخ إلى اللي نحن نريد يا نوع اللي يصير استنساخ داخل النواة هو الماسنجر RNA. زين الـ RNA polymerase adds matching RNA nucleotide. إيش وظيفة الـ RNA polymerase؟ راح يضيف نيوكليوتيدات، راح يضيف مثل ما نحن هنو قلنا وظيفة الـ DNA polymerase أيضا وظيفته بعملية الاستطالة تضيف القواعد المتممة للشريط الأصلي جزيئة الـ DNA. هاي تضيف نيوكليوتيدات الـ RNA المتممة لجزيئة الـ DNA، متممة لجزيئة الـ DNA يعني راح تجيب تضيف إيش تضيف القواعد وين ما تشوف الثايمين راح تجيب الأدينين، وين ما تشوف السيتوسين تجيب الجوانين، وين ما تشوف الأدينين إيش راح تجيب لنا؟ تجيب لنا اليوراسيل. زين كون لنا شريط the strand that serves as template. الشريط نحنا قلنا شريط واحد فقط من جزيئة الـ DNA فقط راح يستنسخ. إذا هو الشريط ما إيش يعرف هذا الشريط طلاب؟ شريط واحد فقط هوني مهمة، ممكن انه يجيكم بالصح وخطأ، اختار الاجابة الصحيحة. The strand that serves as template is called antisense strand، يعني الشريط الذي راح يستنسخ يعرف بالantisense طلاب. Antisense strand الذي يستنسخ. The strand that is not transcribed، الشريط الذي ما راح يستنسخ يعرف بالsense strand، هو الشريط sense strand. والانتيسنس ترانت هو الذي راح يستنسخ. التيرمينيشن وصلنا الى الخطوة الاخيرة، خطوة الانتهاء، وهي ان الانزيم البلمر الـ RNA polymerase الذي يتحرك على طول جزيئة الـ DNA راح يصل الى موقع اسمه التيرمينيتر سيكونس. هذا التيرمينيتر سيكونس ايضا راح يقف عنده عملية الاستنساخ اسمه Terminator Sequence، تسلسلات الانتهاء. At this point عند هذه النقطة من وصل الـ RNA polymerase وصل على طول جزيئة القالب الـ DNA وصل إلى خطوة الـ Terminator Sequence الإنزيم إيش راح يصير؟ خلاص انتهى موضوعنا انه استنسخ الماسنجر RNA واستنسخ، راح يتحرر release the messenger polymer، راح يتحرر الماسنجر RNA. شلون هو مرتبط؟ مرتبط بجزيئة الـ DNA، راح ينكسر هاي الأواصر الهيدروجينية اللي تتربط الـ DNA بالـ RNA الهيليكس المزدوج بس الغير الملتوي، راح ينكسر ويتحرر، تحرر الماسنجر RNA. تحرر ماسنجر RNA، this will free the newly synthesized RNA strand. Then the RNA polymer detaches from the DNA. تحرر جزيئة جديدة من الـ RNA. In eukaryotic cell, the messenger RNA exists from the nucleus to the cytoplasm through the nuclear pore complex in the nuclear membrane. في الكائنات حقيقية النواة، الماسنجر RNA راح يتحرر من النواة الخلية إلى السيتوبلازم من خلال ثقوب الغلاف النووي، يتحرر إلى السيتوبلازم. إلى هنا تنتهي محاضرتنا للاستنساخ، عملية استنساخ الـ RNA.